السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو كيتعلق بريسيبتور دي شي كلاس موديل ام 902 هاش دي. نشرح لكم فيه الطريقه كيفاش دوزوا لا ليست ديال لي شين تستيفا واجده بلي ساتيليت بوش. ودابا نخلي لكم هاد التستيفا تحت الفيديو اللي بغيت تيليشارجيها. اول حاجه نديرو هاد الفيشي ديال لي شين، نديروه في اليو اس بي ونركبو اليو اس بي في ريسيبتور. من بعد غنجي نبركو على ميني، غنمشيو لعند سيتينغ اوكي، غادي نهبطو عند سيستم سيتينغ، غادي نمشيو عند ابغراد ابغراد يو اس بي، هي هادي يو اس بي ديالنا ندخلو لها. غنجيو عند الفيشي هو هدا، غنخليكم تحت الفيديو ديرو عليه اوكي. ايوا سلام، نديرو ديماري. ندخلو نشوفو لي ليست ديال لي شين، نبركو بلاتوش حمراء نشوفو لي ساتيليت، هاهو كاين نيلسات و الهوتبورد و أسترا. نيلسات هي هادي التستيفا ديالو، الإذاعة ديال الجزيرات و إذاعة ديال المغرب تابعينهم، ناسيونال جيوغرافيك و إذاعة القرآن، أفلام مزيان. شوفو الهوتبورد إذاعات الحيوانات و وثائقيين، أفلام فرنسي. غادي نمشيو لعند أسترا، هما بادين بالإذاعات ديال لي كانال بليس و الإم سيس و إذاعات ديال فرانس إي شوايا أنيمو ناسيونال جيوغرافيك و موراه بيان سبور. نتمنى كون الاستفاعة عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد. جيم بارطاجو، على اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.